امبارح كان في جلسه خاصه بالهويه الوطنيه ضمن جلسات الحوار الوطني. احنا بنتكلم عن الاسبوع الرابع للحوار الوطني، جلسه مهمه جدا الحقيقه، كانت بتناقش مستقبل الثقافه في مصر، ازاي ممكن ان احنا يعني نعظم ونستفيد من المؤسسات الثقافيه الموجوده في مصر، وكان في مشاركه واسعه للفنانين والمثقفين وكل ممثلي الاحزاب والخبراء، يعني كان في عدد كبير من الممثلين، كان في الفنان سامح حسين، الفنان احمد عبد العزيز، الاستاذ احمد فؤاد سليم، يعني عدد كبير مش عايز انسى حد، شريف منير، كان في كوكبه من كل نجومنا حاضرين داخل هذه الجلسه. خلينا نتكلم اكتر عن مخرجات هذه الجلسه وتفاصيل مدار داخل الجلسه. دلوقتي معانا على التليفون دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، واولا كل سنه وحضرتك بخير، ولو تطلعنا على مخرجات جلسه مستقبل الهويه داخل جلسات الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك وكل سنه طيبه. وحضرتك. والحقيقه الجلسه امبارح كانت جلسه انا بعتبرها من اهم الجلسات اللي بيشهدها الحوار الوطني، لان كانت بتتكلم على الهويه وعلى دور الثقافه والمؤسسات الثقافيه، والحقيقه كان في حشد كبير جدا من الفنانين والمثقفين ورؤساء الاحزاب واعضاء التنسيقيه، وكانت ملفات كتير بنتكلم عنها، لكن خليني اقف عند بعض النقاط المهمه وهي يعني دور الفن ودور الثقافة وازاي نحافظ على الريادة المصرية باعتبار مصر هوليود الشرق، واتكلمنا على كيف نخفف الأعباء الضريبية على دور العرض سواء المسرحي أو السينمائي، ونستفيد من قانون موجود في الهيئات الرياضية بأنه بيعطي للأندية بعض الامتيازات عشان تخفف عن أعبائها، واحنا طالبنا أن يكون هذا القانون يعني ينطبق على دور العرض السينمائي او المسرحي. ايضا اتكلمنا على الاعباء الضريبيه الخاصه به. النهارده صاحب المسرح او صاحب دور العرض بيدفع حوالي 57% ضرائب، مما ادى الى تقلص دور العرض السينمائي او المسرحي في مصر. انا اتكلمت على ندره الفنانين، لان احنا بنتكلم على فنانين ذو مواهب خاصه، خاصه فناني السيركو وفناني العرائس وفناني الباليه والفنون الشعبيه والممثلين من اعضاء النقابات وخريجي المعاهد والكليات المتخصصه، وان ازاي ما بقاش في تعيينات في الدوله مما ادى الى وجود فراغ. النهارده السيرك القومي عدد الاعضاء اللي فيه، ودي مهن بتتوارث مش مهن فيها تعليم. صحيح. كذلك العرايس، كذلك الفنون الشعبيه والباليه والسيرك، مسرح القومي الى اخره. اتكلمنا على تسويق بلدنا من الناحيه السياحيه والشعبيه، زي ما شفتي بعض الدول قدرت انها تحقق من خلال الفن. طبعا بالظبط. ترويج سياحي كبير جدا. كلمت الفنانه سما ابراهيم عن حاجه اسمها فن الانتظار. قالت القطر بيعدي على كام مركز او كام محافظه او كام مكان، لو نقدر نقدم للناس اللي منتظره القطر افلام تسجيليه، مشاريع تخرج لطلاب معهد السينما او الكليات الاعلام. يكلم الفنان ايهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح عن رقمنه الرقمنه، وازاي لما يعوز الباحث او الدارس اي رسائل او اي موسوعات علميه او مجلات متخصصه بيدوس دوبك على الزوار بيلاقي الحاجه قدامه. اتكلموا على دور الرقابه. يعني الحقيقه العديد من الملفات اللي كانت موجوده في تناولها زملائي الفنانين والمثقفين وايضا رؤساء الاحزاب واعضاء التنسيقيه. فنان عزوز عادل اتكلم على ورقه مهمه جدا عرض فيها الكثير من المشاكل اللي بتواجه الفن المصري والمثقفين والمسرح المصري، كذلك الفنان احمد عبد العزيز، الفنان علي الحجار، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الفنانه نيال عنبر، الفنان عفاف رشاد، الفنان احمد سلامه. يعني اتكلموا على العديد من القضايا. شريف منير واتكلم على مثلا اسكندريه اللي كانت مليئه بالمسارح. النهارده احنا بنمشي في اسكندريه ما بنلاقيش مسارح موجوده، وذلك بسبب الاعباء الضريبيه الكثيره وطلب بوجود فترة زمنية للإعفاءات لبعض أصحاب دور العرض. يعني أنا العديد والعديد من المحاور اللي اتكلمنا فيها امبارح في الجلسة. دكتور أشرف، هل أنتوا حاسين كجيل من عظماء الفنانين الموجودين في مصر إنه الهوية المصرية مهددة، وإنه إزاي ده ممكن لو كان ده حقيقي إنه يعني دور يكون فيه دور للفن في يعني ردع ده، او يكون حائط الصد امامه؟ بصي، عايز اقول لحضرتك على حاجه، لن يستطيع احد ان يهدد الهويه المصريه ولا الثقافه ولا الفن المصري، لان احنا عندنا تراث، احنا متجذرين.
انا بسال طبعا السؤال ده لحضرتك على اثر اللي حصل في فيلم كليوباترا، وانه الناس كان عندها لا حاله لا لا، انزعاج دي شديده من الفيلم ده. محاولات كده يعني يائسه او بائسه، لكن الهويه المصريه والفن المصري والثقافه المصريه متجذره. احنا بنتكلم يعني، كان احد الزملاء امبارح بيتكلم على الفراعنه، كيف بدا الفنان على جدران المتاحف وجدران المعابد بيرسم، ونجد الفن المصري عند المصريين القدماء. لم يستطيع احد ان يزحزح او يهدد الهويه المصريه او الفن او الثقافه. طيب دكتور اشرف، سؤال اخير، ليه ما فيش حد من الشباب موجود؟ وهل هم ما يحملوش نفس الهم للفن والثقافه وازاي نحافظ على هذا الارث؟ ليه مش موجودين؟ لا لا كان في من الشباب موجودين. يعني زي ما ذكرت لحضرتك، يعني كان في زميلنا عزوز عادل ده عضو مجلس اداره معانا من الشباب، ده سن ما يجيش 30 سنه. كان معانا الفنان الشاب سامح حسين، لكن فيه وكان فيه بعض الشباب من تنسيق شباب الاحزاب، وبعض الشباب في مجالات اخرى زي الفنون التشكيليه زي الموسيقى والغناء، لكن فيه واعتقد واحنا كنقابه بنمثل كل الفنانين يعني. اكيد بكل تاكيد، انا بس كل اللي اقصده انه يعني اشراكهم في هذا الحوار الوطني نقطه مهمه، يمكن يحملوا افكار مختلفه، يمكن برضه مساله الاستفاده من القامات اللي موجوده وحديثهم. الجلسات القادمه ستشهد وجود صريح بعدد كبير من الشباب، ومتفق مع حضرتك تماما. لانه يا دكتور كمان في ناس كتير منهم طبعا نجوم وعلى راسنا من فوق، لكن مش دارسين زي الجيل اللي احنا بنشوفه، استاذ احمد فؤاد سليم واستاذ احمد عبد العزيز وكل القامات اللي كانت موجوده. ان شاء الله الجلسات القادمه تشهد يعني وجود مجموعه من الشباب ومجموعه من المتخصصين، ان شاء الله يثروا الحوار الوطني. واحنا بنشكر فخامه الرئيس على الحوار الوطني اللي اعطانا هذه المساحه من ان احنا نتكلم بشجاعه وبصراحه ونقول مشاكلنا، وما كانتش بتحصل قبل كده الحاجات دي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.